مرحبا، صباح الخير، يعطيكم العافية والسلام للجميع. احنا الآن في مدينة برانتون في مقاطعة مانيتوبا. وراي منظر حلو، طيارة هيك قديمة وجميلة. أول شيء أحكي لكم كاب عن المصروفات تبعت امبارح. حبينا البنزين مرتين بالسيارة، تقريبا كل مرة كان $50، ونمنا في هوتيل اسمه كومفورت اند. المهم كان حوالي $100 بالليلة، فهذا اللي صرفناه مصاريف. أكلنا شوية هيك، رحنا على مطعم اسمه يافا كافيه. صراحة لو ما خلونا ندفع أي إشي أخذنا شوية هيك سناكس وتيم هورتون، وهاي يعني هاي مصاريف العادية زي ما بقول. أحكي لكم شوية عن مدينة برانتون اللي هي تعتبر ثاني أكبر مدينة في مقاطعة مانيتوبا، ومن المدن الكبرى يعني اللي موجودة في مدينة مانيتوبا. هذه المدينة تعتبر أكبر مدينة مصنع أو منتجة قمح في مانيتوبا. عدد السكان اللي موجودين فيها لا يتجاوز 60 نسمة، لأنه في ناس بيحكوا 55، ناس بيحكوا 50 نسمة، فما بيتجاوز 60 نسمة. موجودة على نهر اسمه، إن شاء الله أنفضه صح، أسينيبوين ريفر. فيها جامعة مشهورة اسمها جامعة براندون يونيفرسيتي، وطبعا هاي بتقع في أقصى الشرق. هيك إحنا رايحين على ساسكاتشوان، بعيدة عن البوردر تبعت ساسكاتشوان حوالي 100 وإشي كيلو، يعني 120 كيلو، 120 كيلو 75 مايل لأنها بتطلع. المهم هذا البعد عن مدينة برانت، عن ساسكاتشوان. المدينة عن تجارة الفر أو الفرو تبع الحيوانات مع السكان الأصليين. وطبعا هي موجودة على الكنيديان باسيفيك ريلوي اللي هو خط الحديد الكندي اللي بنقل الناس من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، وهذا كان من أهم إنجازات الكونفدرالية الكندية. وطبعا برانتون برضو بقطعها خط الترانس كندا هاي واي اللي هو رقم واحد، اللي هو وراي بالضبط هلا هذا، وحنحكي عنه الحلقه القادمه ان شاء الله. في حلقتنا العاشره هاي في شغلات كثير مهمه عن برانتون، لكن يمكن بدي اخلي لكم شويه تشويق. بدي احكي شويه هلا عن السكان الاصليين تبعون برانتون. معظمهم من السويس نسيت اسمه يا ربي. المهم في هذا النهر الأسينيبويون ريفر. وطبعا بدأت التنقيب عن الذهب، ولكن ما كان في كتير زي ما كان متوقع. وهذا كان في نهاية الثمانينات، 1800 وبداية 1900. في عندهم باور ستيم، باور كوميشن ستيم بلانت موجودة هون، وكانت بتسوي الكهرباء ومن أقدمها في نورث أمريكا. زي ما حكينا هي أحد المدن طبعا برانتون أحد المدن اللي عندها
دراي كلايمت، يعني الجو عندها دراي، ما في رطوبة كتير. درجات الحرارة ممكن ترتفع ل 26 27 يمكن 30 ماكسيموم، وبتنخفض في الشتاء إلى ماينس 10 لماينس 50 أحيانا في 1890، هذا الماكسيموم. هذا سريعا جدا عن برامبتون. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالمعلومات اللي أعطيتكم إياها. تابعونا في الحلقة القادمة، محطة رقم 11، وإن شاء الله نشوفكم قريبا. سلام من برامبتون.